لو صوت اللعبة عالي يا ريت تقولوا لي. مهم يعني اهلا بيكم. النهارده عندنا لعبة شطرنج ضد المتابعين. طريقتها محتاجة منكم فقاقة شوية، فركزوا معايا كده في الشرح اللي هشرحه لو سمحتم، عشان مهم جدا. اوكي فلحظة كده بعمل شير بس للناس، بعرفهم ان في ستريم وكده، وانا حاسس ان صوتها عالي شوية، فيعني قولوا لي انتوا في الشات، قولوا لي انتوا في الشات لو هي عالية. ماشي. اللعبة مش مجانية بس تقدر تشتريها، في رابط تحت في البانل. لو ضغطت عليه واستخدمت كود باستوتي تقدر تاخد اللعبة بخصم 20%. ده احسن خصم عرفت اجيبه للناس الصراحة يعني للعبة يعني. بس فخلينا نشوف اللعبة مع بعض. خليني بس الاول اتاكد ان البتاع شغال. اوكي المفروض ان كده تقدروا تعملوا تصويت. خليني اطلع لكم بس الصورة عشان تفهموا هتعملوا تصويت ازاي. اوكي ويندو كابتشر. اوكي ايوه هي دي. ماشي. ده التصويت بتاعكم. اوكي تويتش فوتس هو ده. تمام. هقول لكم دلوقتي ازاي تعملوا تصويت، بس خلونا الاول خلونا اقفلها وافتحها تاني احسن. استنى. اوكي انا عايز بس اخفي ده دقيقه عشان اعرف اظبط لكم الدنيا. المهم يعني اللعبه محتاجه شويه تركيز في الطريقه اللي هشرحها بتاعت اللي اسمه ايه ده، بتاعت اللعب. من الاخر كده علي صوتك شويه، علي صوتنا شويه. ليه ماله صوتي؟ ساوند ريكوردينج ليسن ريكورد. لا صوتي كويس، صوتي كويس جدا. الطريقه هتكون بانك تبدا بحرف ورقم وتخلص بحرف ورقم. ايه بقى الحرف والرقم دول؟ حرف ورقم الاولانيين هي الحاجه اللي انت عايزني احركها، والحرف الرقم الثاني هي الحاجه اللي انت عايزني النقطه اللي عايزني اوديها ليها. فاهمين؟ يعني مثلا خلينا نقول مثلا ان في عسكري عند نقطه A 5 وانت عايز توديه لنقطه A 7، فتروح كاتب لي A 5 داش A 7. فهمتوا؟ فخلينا نظبط الدنيا كده ونشوف. بعمل كونكت بس. المفروض يطلع لكم في الشات دلوقتي حد يقول لكم هاي. ممكن تلعب مع بيستي. انا هخلي لعبه ويندوز. خليها كده عشان بس تفضل شغاله بالنسبه لكم. اوكي المفروض كده. ايوه تويتش فوتس هاف ستارتد. فانتوا دلوقتي ما تكتبش دلوقتي يا حبيبي، ما تكتبش دلوقتي يا بابا. استنى. دلوقتي هتبداوا تكتبوا لي اللي انتوا عايزينه. فاهمين؟ خليني بس اخلي دي كده اسمه ايه ده؟ ابلاي الفا ماسك. المفروض في طريقة ان انا اخلي لكم دي مخفية. اوكي فلتر. مش فاهم الصراحة بلند في ايه، بس اوكي شيل ده. مش عارف انتوا عايزين اطلع لكم عايزين اطلع لكم دي ولا لا يا جماعة، ولا من غيرها بدل ما اقعد اعمل اللي انا بعمله ده. color key. اوكي عايز شيء يعني color، عايز شيء لون الاسود. اوكي ماشي هاي ظهرت اهي. اوكي ماشي دي الفوتس. خلي الفوتس هنا مثلا، مش او خلي الفوتس خليها هنا. اوكي ماشي خلينا نبدا بقى مع بعض بقى الاكشن ونشوف هنعمل ايه. ماشي هنشوف بتفهموا ولا لا في الشطرنج وكده. انا ملاحظ ان في ناس بتعمل فوتنج من دلوقتي، ما اعرفش ليه. لو ما بتفهمش في الشطرنج بلاش تشارك، ممكن تتفرج وتلعب وتفهم بس بلاش تشارك لو سمحت، عشان الموضوع مش سهل. ماشي اوكي دي اللعبه. هنخش كويك جيم. تعال نبدا حاجه كلاسيك. لا بلاش كلاسيك، خلينا نبدا ولا خليها كلاسيك. هنا ممكن نختار الجيش بتاعنا، فانا هختار لنفسي، انا هاخد الخضر دول الاوركس. ماشي وهديلكم الدارك ارمي ده،
وبالنسبة للبورد خلينا كده وندوس بلاي. اوكي ماشي، هتفهموا اللعبة دلوقتي حالا، ما تقلقوش لا تقلقوا. اوكي ماشي، بص بقى يا جماعة، دي الجيم لعبة شطرنج عادية بس مختلفة شكلا شوية. ماشي، انا الازرق انتوا الاحمر، حلو. فمثلا انا دلوقتي بشرح لكم، بس مثلا انا عايز احرك ده لهنا، ماشي، انتوا بقى تقرروا عايزين تعملوا ايه. يعني انتوا دلوقتي في الشات عندكم اهو من هنا، تكتبوا لي بقى، تبداوا التصويت انتوا. يعني مثلا قولوا مثلا انتوا عايزين احرك الشخص ده خطوتين، فتقولوا لي سي 7، شايفين دي السبعه اهي ودي السي، فتقولوا لي سي 7. خليني بس اصغر، سوري، خليني اصغر ده شويه، او هجيب الشات هنا. ماشي، هتقولوا لي سي 7 مثلا سي 5، فده معناه ان انا امشي ده لغايه هنا، فهمتوا؟ جربوها دلوقتي، اكتبوا سي 7 داش سي 5، شوفوا ايه اللي هيحصل. اي 7 اي 5 برضو ممكن، لو عايز تخليها اي 7 اي 5 ماشي، مش مشكله، مش مشكله. ماشي، فدلوقتي تعملوا انتوا تصويت، انتوا بتقرروا نودي مين لفين. احنا طالعين قدامنا دلوقتي نسبه، ماشي، طالع قدامنا دلوقتي نسبه. خليني بس احرك الشات ده، فين الشات؟ الشات 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 تويتش شات، اجيب الشات هنا واصغره شويه، ماشي، عشان بس تشوفه كويس. فاللي على اليمين ده هو التصويت بتاعكم دلوقتي. بصوا، 23% منكم عايزين اروح للسي 7 لسي 5، يعني عايزين اودي ده لهنا، خلاص وديته. ماشي، انا دلوقتي افكر واعمل الخطوه بتاعتي. حلو، انا بس عايز اوطي صوتهم باللعبه شويه، موسيقى مزعجه قوي الصراحه، بس كده. اوكي، فهمتوا اللعبه؟ لو فهمتوا اكتبوا لي فاهمين، الناس اللي فهمت تقول لي فاهمين، عشان ايه نبدا على طول، لان هنبدا جيم جديد، جيم جديد خالص يعني. ماشي، انا هديكم على كل خطوه، على كل خطوه دقيقه، كل خطوه هديكم عليها دقيقه. ماشي، ماشي، خلونا نجيب تايمر جنبي كده عشان اديكم على الخطوه دقيقه. فين ساعه؟ ستوب ووتش. اوكي ماشي، يلا استعدوا، انا هبدا كده. دوركم، دي البورد بتاعتكم اهي، اختاروا. صفر التصويت. طيب اهو، اهو ده التصويت الجديد، يلا. ما هو يا جماعه ترابيزه الشطرنج بتبدا، اه انا ما بداتش التايمر، ترابيزه الشطرنج بتبدا من الشمال لليمين A لغايه H، ومن تحت لفوق 1 لغايه 8. بس قدامكم دقيقه، قرروا مع بعض. لو عايزين تتكلموا مع بعض في الشات تقولوا لا تعالى نعمل كذا، لا كده، مع بعض انتوا عادي. عايزين تخشوا مع بعض في الديسكورد، الديسكورد سيرفر عندكم عادي، بس عايزين جيم حلو يعني. اللي عايز يشتري اللعبه في رابط في البانل، ممكن تستخدمه وتاخد خصم 20% لو استخدمت كود باستوتي. ماشي، اللي عايز يشتريها يعني. انا ماليش دعوه لو في حد ما بيعرفش يلعب، ها، ماليش دعوه لو في حد ما بيعرفش يلعب. اوكي، انتوا تتكلموا مع بعض، انا ماليش دعوه. قدامكم 10 ثواني. ستة، تلاتة، اتنين، واحد، صفر. اوكي، عايزين تودوا سي 7 لسي 5 براحتكم. ماشي، نودي ده هنا. اوكي، دور انا. ماشي، انا لعبت، دوركم مرة تانية. هديكم 10 ثواني قبل ما نبدأ في العداد، عشان بس الفرق ما بيننا في الديلي. ماشي كده، انا المفروض تقريبا اوقف، ماشي، ودلوقتي ابدا تاني. اوكي، لازم انا اوقف وابدا تاني، وخلاص التصويت بدا لان في ناس بدات تكتب. اوكي، ابداوا بقى اكتبوا، انا هجيب بيبسي واجي. ماشي،
ماشي انا جيت اهو. قدامكم نص دقيقة. بالمناسبة اللعبة دي فيها ادفنشر مود، ها فيها مغامرة فيها قصة، مش عارف ليه عايز العبها الصراحة. اوكي في تساوي. اوكي بدأت الناس تروح ناحية الاي. متأكدين ان انتوا عايزين تعملوا كده؟ وقتكم انتهى. اوكي خلاص الوقت انتهى، التصويت وقف. اي 7 لاي 5. اوكي براحتكم. اي 7 لاي 5. انتوا فاهمين ايه اللي هيحصل دلوقتي صح؟ اوكي انا خلصت على اول واحد من عندكم. قدامكم 10 ثواني وهنبدا التصويت تاني. 10 9 5 4 3 2 1. هو ايه اللي عدى ده؟ المهم انا 10 ثواني عدت. ماشي انا بس عشان كنت ببص على الارقام هنا وانا بعمل. ابداوا تاني تصويت. ايه والله العد اللي انا عديته ده. ماشي قدامكم 35 دقيقة 35 ثانية قصدي. خمسة وتلاتين ثانية. B8 لC6. سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر. أوكي بي 6 بي 8 لسي 6. اوكي بي 8 لسي 6. ايه ده بي 8 ايه اللي عايزين تؤدي؟ بي 8 اوكي لسي 6. ايوه ماشي اشباح انتوا كده يعني. طيب اوكي انا لعبت. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوركم. عبد الرحمن بقى قدامكم 20 ثانية. خمس ثواني. اربعة تلاتة اتنين واحد صفر. اوكي اف سبعة لاف ستة. اف سبعة لاف ستة. ماشي يا جدعان. ده عمر ايه. اوكي انا لعبت. دوركم يا حلوين.
دوركم يا تعمين. ابدأوا التصويت. حبيبي ما انت شايف الناس بتعمل تصويت اهو، الطريقه بتاعتهم باينه. ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر. أوكي. سي ستة لبي خمسة. سي ستة لبي خمسة. لبي خمسة؟ إيه؟ سي ستة مين عمل ايه؟ فيستي بيعمل دونيشن لفيستي يقوله لا لا. مين عمل دونيشن؟ فيستويسي دي تقريبا انس، ولو انس هيتهزق. اوكي انتوا عايزين ايه؟ ايه سي ستة لبي خمسة دي؟ انتوا بتخترعوا يا جدعان حركات؟ ازاي؟ ايه اللي بعدها على طول؟ لو في تصويت غلط هناخد اللي بعده على طول. ماشي، انتوا عايزين سي 7 تروح لسي 6، لا سوري اي 7 تروح لاي 6، ودي خطوه صح يعني الصراحه، خطوه كويسه جدا يعني. ماشي انا لعبت. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هوبا. مين بقى اللي عامل الدونيشن بقى؟ عشان لو انس هيتهزق، هو عارف هيتهزق ليه. هو انس حبيبي يا سيف والله. هاشتاج انس وسيف الجامدين جدا. مش عارف بس استنى لما دوركم يخلص، لما دوركم يخلص اكتبوا هاشتاج الجامدين جدا. ماشي انس، انا قلت ايه يا انوس؟ قلت ايه يا حبيبي والله بجد؟ احترم نفسك. اوكي انا تقريبا اديتكم اكتر من وقتكم. لا لسه قدامكم 20 ثانية، قدامكم 20 ثانية. ازاي اصوت؟ لو انت اصلا مش فاهم الناس دي يبقى كده فعلا. شكرا سيف انس والله الصراحة. فاضل ثانيتين. اوكي دلوقتي اديكم فرصة تكتبوا هاشتاج الجامدين جدا عشان انس وسيف. انتوا طالبين سي 6 تروح لاي 5. سي 6 تروح لاي 5. تروح لاي 5 عايزينها هنا يعني. اوكي تمام. قوي 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 يا دنيا. تمام قوي 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 يا دنيا. خليني بقى افكر كده. يلا يا جماعة. 10 9 5 4 3 اثنين واحد هتخسر يا بيستي. مش عارف ازاي بس احتمال كبير اخسر اصلا، لان انا مركز في كذا حاجه في نفس الوقت والموضوع صعب جدا الصراحه.
على فكرة قدامكم 30 ثانية ها؟ قدامكم 30 ثانية. قدامكم 8 ثواني. 8 ثواني انتوا بتفكروا في ايه يا جدعان؟ ضيعت دقيقة كاملة. انتوا حرفيا ضيعت دقيقة كاملة. التصويت خلص. أول حاجة طلع قدامي جي 7 لجي 6 فأنا آسف. جي 7 لجي 6. معرفش انتوا ليه ما عملتوش تصويت. عمالنا يشتغل صح لازم نبارك المشروع. مبروك يا أنوس. مبروك يا حبيبي، ألف ألف مبروك، برضه احترم نفسك، مش عايز منك حاجة، ماشي؟ أوكي. أوقات يا جماعة التضحية بتبقى شيء مهم، أوقات التضحية بتبقى شيء مهم جدا، أنتوا ضيعتوا من نفسكم الحصان، وشكرا جدا الصراحة. شكرا، أوكي أنا خلصت دوري، عايزين تقتلوا العسكري ده اقتلوه عادي مش مشكلة. هيبدأ التصويت دلوقتي، يلا دوركم. لا 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 التصويت ما كانش واقف، التصويت ما كانش واقف، بيكتب بلوك في الشات لما التصويت يقف. اللي التصويت شغال عادي وشغال دلوقتي ومحدش فيكم بيعمل تصويت اهو. بس حرفيا ما بتفكروش مع بعض، كل واحد فيكم بيختار حاجه. انت ممكن تخلي واحد منكم هو القائد وانت تمشي وراه. حلوه كلمه القائد دي. ها ها انت عارف نفسك. والله التصويت ما كانش واقف، التصويت كان شغال زي الفل عندي. ما تحوروش يا جدعان. فاضل 10 ثواني. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. اف 6 الاي 5. اف 6 يا انت بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه والله؟ طيب لا لا خليك خليك مكانك دلوقتي. انا لعبت خلاص. دوركم يا حلوين. استعدوا. و دلوقتي في غباوة في الأداء. في غباوة في الأداء والله. قدامكم نص دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد غلط في حرف كلهم قلدوه فيه. فضل 4 ثواني. وقف الوقت خلاص. سي 6 سي 6 ما فيهاش حاجه، فالفوت ده راح خلاص. الفوت اللي بعده على طول اف 6 لاي 5. اف 6 لاي 5 ما فيش اف 6 اصلا. ماشي. جي 8 لاي 7. جي 8 لاي 7 دي ممكن احركها. فخلاص دوركم اهو. ماشي دوركم خلص خلاص. اوكي دوري.
انا لعبت ماشي. فالدور الجاي يكون دوركم انتم ماشي. كمان 3 2 1 وابدأوا. لا بس لعبة لطيفة والله. شكلها حلو. هو احنا ممكن نلف يمين وشمال كمان. حلو ده. يعني لما يجي موت بعض ممكن نبص كده فاهمين. بس خلينا دلوقتي باصين كده عشان تبقوا شايفين انتوا كويس. بس فاضل 20 ثانية. 20 seconds remaining. 15 seconds. Five seconds remaining. و bomb located by op 4. ماشي. C8 لبي 7. C8 لبي س... لحظة. C8 اه. C8 لبي 7. C8 لبي 7. ماشي. اوكي. انا لعبت دوركم كمان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جو. يا ابني يا حبيبي ما انت شايف الناس بتكتب قدامك يا ابني او انت ما خدتش بالك من الحروف دي كلها؟ يعني الناس كلها بتكتب حروف. ده معناه ايه؟ ان التصويت بالحروف بس. Cardiac sensor going live. توت توت توت. حلوة E6 A5. مين الذكي اللي عملها؟ حلوة جدا على فكرة. جامدة جدا يعني. اللي هي A6 ال A5 دي اللي عملها بيفهم فعلا. يعني ايه 6 الايه 5 دي يعني لو نعملها كلنا نبسط والله. سي 4 ديبلوي. انت تصيد خلاص. كنت بحاول اغفلكم بس ما عرفتش. ايش ايش بي 7 بي 7 لجي 2. انا كنت عايز اعمل ايه؟ هو انا ممكن اجي هنا بوتنشالي بس انا محتاجك معايا برضه. بص يا نجم. بص يا نجم هقول لك انا. هقول لكم انا هعمل ايه. العبوا يا جدعان دوركم. و ابدأوا التصويت.
toxic babes are in position. فاضل تسعة ثواني ان شاء الله يا يوسف ان شاء الله. لا خلاص جي 2 لبي 7 ماشي العبوا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هوبا اهلا يا فلكوم ما تدخلش تفكر كده شارك بقى في اللعبه يا عم الاستراتيجي ورينا ذكائك تعال اعمل لنا رش هنا في البتاع قدامكم 30 ثانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش شايف ايه القطع ازاي يا ابني هي قطعة صح خلاص 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 F8 ل E6 F8 ل E ايه يعني ايه F8 ل E6 ازاي الو ما ينفعش يا جماعة طيب اللي بعدها G2 ل B7 G جي 2 جي 2 ايه اف 8 ل اتش 6 اف 8 ل اتش 6 اوكي اوكي تمام راحت انا لعبت 10 تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد جو خش حمام واجي ها القطعة دي أكتر قطعة باينة الصراحة بالنسبة لي فأنا معرفش بس احنا ممكن على فكرة نلعب نفس اللعبة يعني شطرنج بس عادي المرة الجاية بس المرة دي خلينا نلعب دي يعني. احنا هنوقف هنا اديتكم حوالي دقيقتين يعني مش 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 اسلوب واحد بيقول لك لحظه واحنا الاحمر وبس نازله ده مع نفسه ده ماشي بص انا هحاول اعمل حاجه في ايه
مش عارف الصراحه في ايه، بس المهم يعني انتوا عايزين اتش 6 تروح لاف 8، فاحنا هنودي اتش 6 لاف. ايه ده انتوا كده عملتوا ايه يعني؟ هترجعوها تاني يعني؟ انتوا اللي طالبينها. انا لعبت 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و اديني ده هوب. فين الحصان؟ الحصان الحصان هو علامة الحصان ده اللي هو في E7 اهو ده الحصان. بس خليني بس الفلك الترابيزه تاني كده عشان تبقى شايف كويس. مش عارف باين هو اكتر من كده ازاي والله، بس هو باين اللوجو بتاعه يعني كل 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 حاجه جنبها اللوجو بتاعها. بس الفوت مش بايظ يا حبيبي، الفوت مش بايظ والله، بس الفكره ان الناس كتبت حاجات محدده، فانا هعمل ايه؟ اهو انا لازم ادوس على الويندو عشان تشوفه، بس هو شغال. الفوت مش داون يا جدعان، انا لازم ادوس على الويندو عشان تعمل ابديت. انتوا مالكمش دعوه، انتوا تعملوا تصويت وخلاص، وانا هيطلع الحاجه قدامي. خلاص 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 الفوت خلص اصلا. اوكي انتوا عايزين اي 7 لدي E7 ل D5 هنا. عشرة تسعة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد تقريبا عدد غلط بس مش مشكلة. و فوت 10 9 4 مش عارف انا بقول ايه والله، بس انا مركز في كذا حاجه، مركز في الشات وفي التصويت وفي موبايلي عشان ابدا العداد وفي الخطوه اللي انا عملتها هنا. نعجبك قوي يا شعره، نعجبك قوي. قدامكم نص دقيقة. ماشي التصويت خلص. دي 5 لسي 4 دي 5 لسي مش عارف حاسس اني اقول سيرتي دلوقتي ولا بعمله في ايديا ده. ماشي 10 9 5 4 3 انا مش عارف ايه 10 9 5 4 دي، بس 5 4 3 2 1 يلا يا جدعان جهزوا نفسكم عشان تبداوا الفوت. انا مش عارف في ايه والله في التركيز ارقام في دماغي. بدأ التصويت. انا هعمل لهوني تايم اوت.
غلطت يا بيستي، مالكش دعوه بيا، انت مع فريقك، انت ما تعلقش على شغلي، ما تعلقش على حركاتي وتحركاتي. بس ده كل انا هقوله. اللي عايز يعمل تصويت بيكتب داش عشان التصويت يشتغل، يعني مثلا D7 داش D6 مثلا يعني D7 داش D6 عشان التصويت يشتغل كويس. ايش B4 لC6 B4 لC ستة. ماشي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوركم. في واحد بيعمل الفوز بتاعت المرة اللي فاتت، معرفش ليه. 45 ثانية. اوه كويس كده، كان ما كانش حد كده اصلا. نص دقيقة. خمستاشر ثانية. عشر ثواني. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. هوبا. أوكي. بي سبعة لبي ستة. إزاي؟ دي سبعة لإي سبعة. لإي سبعة؟ إيه ده؟ يعني أنتوا تعملوا إيه؟ بي سبعة لبي خمسة. إخوانا بي أربعة لسي ستة. بي أربعة إي خمسة. إي ستة لإي خمسة. إي ستة ليه خمسة؟ اوكي. في كمية هبد غير طبيعي بيحصل والله. يا جماعة شايفين القطع ولا لا؟ القطع مكتوبة اهي اهي. اعتقد مفيش احلى من دي، صح؟ كده احسن بكتير. اوكي خلوني بقى افكر بقى انا هعمل ايه، عشان انتوا والله العظيم والله العظيم اللي انتوا عملتوه دلوقتي ده خلاني انا الصراحه ما اعرفش الخطوه اللي انتوا عملتوها دي، فانا دلوقتي بفكر ايه اللي ممكن ايه اللي ممكن يحصل. اوكي انا لعبت. اشمعنى انتوا بقى مش طالع لكم الحاجه بقى؟ مش فاهم يعني ليه دلوقتي مش طالع العلامات زي ما كانت طالعه من شويه. انا ما اعرفش عملت ايه، انا كل اللي عملته زوم اوت. ماشي المهم يعني ابداوا التصويت يلا. والله ما فاهم يا ابني. بص استنى. طب بس انا لو عملت كده لا مش فارقه بجد، مش فارقه ما اعرفش ليه.
سي 6 لدي 4 سي 6 لدي 4 مش عارف اكل مين ولا مين الصراحه يعني بس هنبدا كده هبداها معاكم كده تقريبا لما بدوس استنى كده لا كنت عايز اطلعها لكم والله زي ما هي طلعها لي بس مش عارف اوكي جاهزين استعدوا 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 و ابداوا التصويت مش عارف والله مش عارف اشمعنى بدور هنا بتبقى الصوره كده لا هنبقى نشوف الزراير بعدين يمكن في زراير بتظبط الحاجات دي مش عايز اسال حاجه دلوقتي خرب الجيم يعني بس عشان الناس بس ما تقولش الفوت مش شغال لا هو شغال هو شغال بس انا عشان دايس على اللعبه ايه فكره اللعبه عربيات يا محمد هنا سباق سيارات انا مسحت فورتنايت من على البي سي بتاعي لقيتها 40 جيجا مسحتها فاضل 5 ثواني فاضل 3 اوكي خلاص اي 5 لدي 4 فين اي 5 دي اي 5 يا جماعة اللعبة ما بتتعبش كده والله مش بناكل وخلاص حرفيا مش بناكل وخلاص مع السلامة الفيل اوكي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوركم انا شايف خطوتين قدام والله بلعبكم ده انا مش فاهم حاجه شطرنج يا ابني والله انا شايف خطوتين قدام سرندر اللعبه دي تبقى حلوه و ولا خلاص بقى مش وخلاص اي 5 لدي 4 اي 5 اي 5 مفيش اي 5 سي 7 لسي 5 سي 7 لسي 5 اوكي ميرسي كتير ليه بقى الصوره دي ما تطلع لكمش طيب وانا صراحة كنت عايز اجيب ده هنا كانت ايه الخطة اللي عندي يا ربي كان عندي خطة خلاص هتقفل الجيم طيب انا هركز على الحوار ده ماشي انت بتغش يا عم والله ما بغش 10 9 8 بيعمل ايه ده؟ اعمل له بان يا ابني، ده مين ده؟ بان يوزر. ماشي، استعدوا عشان هتبدأوا تصويت دلوقتي. يلا. يلا. الو ما بينا. اللي جوجل هتعمله مش عاجبني خالص الصراحة. انا عايز اللعبه تبقى على البي سي بتاعي يعني شلنا السيديهات وخلينا حاجات ديجيتال قلنا ماشي انما تخلي الالعاب مش عندي انا شخصيا لا مش عايز الكلام ده انا عايز اللعبه تكون عندي على الجهاز ممكن العبها اوفلاين في اي وقت ايه ده في ايه ليه في لاج الو اوكي ظبط 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 ظبط
بالظبط. ماشي. ايه 8 ل ايه 6؟ اوكي ماشي. دوركم يا اولاد. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوركم. انا شفطتكم والله العظيم شفطتكم. هي مين دي اللي بتفضل بتفضلك عليها عشان الغش؟ ماشي. قدامكم نص دقيقة. لو تاخدوا خطوة دلوقتي هتبهدلكم. مهما كان اللي هتعملوه في بهدلة في السكة جاية وحشة قوي قوي. بالظبط يا هوني بالظبط. ما بقولك قلت لك انا شايف الكام خطوة جايين دول. كنت متأكد ان انا لو حطيت الوزير هنا خلاص دي 8 لبي 8 دي 8 لبي 8. ما ينفعش البي 8 يا جماعة. الو سوري 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 ماشي ماشي. هنروح هنا. استعدوا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جو. انت عارف ان انا اتبهدلت في الحته اللي فاتت دي وبسبب نفس الموضوع بتاعكم ان انا مش شايف الحاجات صح. واعتقد ان هوني هنا فاهم انا قصدي على ايه. انا اتفاجئت بحاجه وما كنتش عارف انها كده. اعتقد انوني فاهم قصدي بس تقريبا اقدر الحق. كنت فاكره ملك اقسم بالله. بالظبط. وانا كمان والله بجد. انا لعب الخطوات بتاعتي كلها اصلا من اول الجيم على اساس ان ده الملك بسبب اللوجو بتاعه. اللوجو بتاعه عامل زي لوجو الملك ولوجو الوزير عامل زي لوجو يعني لوجو الوزير ملك ولوجو الملك وزير. بس ايش ده ملحوقه 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 ملحوقه. بي 8 لدي 8 بي 8 لدي 8 ماشي. اوكي عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد هوبا. غشاش وبتخسر. فاضل 20 ثانية.
ماشي. F8 ل H6 تمام يا اخوان. ماشي. اعملوا اللي انتوا عايزينه. تقدروا تبدأوا التصويت دلوقتي وقدامكم دقيقة ونص. اعملوا اللي انتوا عايزينه والله. كنش مالك بالمناسبة. ماشي. اللي انتوا عايزينه في الجيم. الو، هي الناس بتعمل تصويت ليه والله؟ مفيش امل يا دكتور. هو بس مين بيعمل ايه؟ هو الواد هاني بيعمل ايه؟ خلاص. E8 ل F8 هو اصلا اللعبه مش سايبانا حماكلكم، بس فاهمكم حاجه. هو دوركم انتوا مش دوري انا. ماشي. فرضا ان احنا حركنا الملك يمين، ما ينفعش. فرضا ان احنا حركناه تحت، ما ينفعش. فرضا ان احنا حركناه كمان، ما ينفعش. ليه بقى؟ لان لو حركته هنا هاكله بده، من الاخر يعني، من الاخر اللعبه مش سايبانا الحاكم خلاص، لان الجيم خلص. انا كسبت خلاص. مش تشيك ميت، هو تشيك. خلصت. ما كانش في اي خطوه ممكن تعملوها تضمن لكم ان انتوا تفضلوا عايشين. خلاص خلصت. هو ممكن تحركوا ده لو عايزين يعني. ماشي. فيعني انا بصوا، انا عشان بس اكون عادل برضو مع نفسي، انا اشوف الخطوات اللي انتوا عاملينها وهختار اللي انتوا عايزينها. ماشي. فا اي 8 ما ينفعش احرك الملك من الاخر. ماشي. الملك ما ينفعش نحركه. فا اتش 7 اهي ل اتش 6 ما ينفعش طبعا. ماشي. اي 6 ل اي. اوكي. ل اي 6 ماشي هنا. اوكي. ماشي. ها. ينفع شويه وكل حاجه تمام. ماشي. بس هنلعب مع بعض لعبة صغيرة. انا كنت عايز العب لعبة عاملة ازاي والله. ايه لا! استنوا. مينفعش. هتموت لو حركت الطابية. مين قال انها حركة الطابية؟ اصبر عليا بس. Your soul is mine. Okay. أنا لعبت. ماشي. دوركم. 10 9 7 6 5 4 3 2 1 go. إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ اللعبة لفتكم ليه كده؟ ايه؟
هو خلاص تصويت وقف. ايه اللي مكتوب ده؟ اي دي 4 لاي 5. انت عايز تاكل ده؟ ماشي. تعالى هنا. دوركم، ابدأوا تصويت دلوقتي. يا دي النيل على أم الحركة دي. ابدأوا تصويت دلوقتي وأنا رجع لكم تاني. ماشي. احنا نلعب الجيم ده وهقفل، معلش انا اسف. دوركم كمان دلوقتي. يلا ابدا التصويت. على فكره انا شخصيا عملت كام غلطه في الجيم النهارده بسبب اللوجوز اللي قدامي والله، او بسبب شكل الحاجات. يلا هذا الخير هذا الخير هذا الخير. شغل التايمر بس. لا شغال. اتش 6 لاف 4. Taste of blood. دوركم. اوكي. هو انا لاحظت حاجة، انا استغبيت، انا اكتر من مرة غلطت بسبب ان انا شايف حاجة غلط. وبرضه انتوا بتيجوا تاني، يعني بتيجوا تاني في الكلام. بس انا احتمال اخسر عشان عمال بستدرجكم وعايز اعمل في حركة في دماغي عايز اعملها.
ماشي. العبوا دلوقتي. E5 ل D5. و ليتس جو دورك. جي. What better way to die? جي. غلطة غبية. ما جربتش الخطوة الجاية دي خالص. غلطة غبية جدا. غلطة غبية جدا جدا. انا اصلا كنت شايف الناس تعمل ايه. لا لا قولوا ايزي عادي. هي ما كانتش ايزي خالص عامة فما تحوروش يعني. يعني في مرة انا او في جزء من الجيم انا كنت بلعب على اساس حاجة تانية خالص ماشي. هي الحتة لما انا طلعت فوق انتوا كلتوني بالوزير الحتة دي اصلا كنت فاهم حاجة تانية خالص بتحصل خالص. بس لعبة حلوة. لعبة حلوة جدا والله. استمتعت بيها جدا جدا. احنا كنا بنلعب كلاسيك تشيس على فكرة. في كذا حاجة. في ثانوس. ما اعرفش ايه ثانوس ده. ريجيسايد. ودول انواع الحاجات دي انواع البوردز. لعبه لطيفه الصراحه. الادفنشر عامل ازاي؟ Fleeing the desolation of their ancestral land. This isn't the end. خش على الاكشن على طول. عايز اعرف ايه الفكره. ولكن ما تشوف خطوه حلوه ضوع على خطوه احسن منها. معلومه حلوه او يعني نصيحه حلوه. نصيحه جميله. لا الصراحه انا استمتعت بالجيم جدا والله بجد. ما توقعتش كده خالص. بس والله 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 انا يعني مش عايز ابقى ساور لوزر اللي هو اللي بيخسر ويقول لك انا احسن منك. بس هي الفكره ان انا فعلا في جزء من الجيم ده لو ما كنتش بعمل اللي انا بعمله كان ممكن اكسبكم. انا كنت شايف حاجه تانية خالص غير اللي المفروض يحصل في الجيم والله. احنا مره جايه نلعب شطرنج عاديه عشان ابقى شايف الحاجات اللي قدامي عامله ازاي. ابقى عارف ايه اللي قدامي بالظبط. عموما انا عايز اروح اتفرج على البرو ليج. فاحنا نعمل هوست التوكسيك. خشوا اكتبوا له في الشات احلى معلق. ماشي احلى معلق. اوكي توك سيك 1. يلا يا جماعه اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. سلام مستويه.